أكتر شيء المسكين مصطفى. غلط بشي؟ أي غلطت. أنا عملت اللي كان لازم ينعمل، عملت اللي كان لازم أعمله كرمال إني استمر بالحياة وعيش بأمان. إيه صحيح، بس لا تنسى إنه ماضيك ملاحقك وين ما بتروح. لا تفكر حالك نفدت، وماضيك يا بيك هو نزار. نزار لانه ماضي ولانه مستقبلي. وهالشي الايام رح تسبت مو انا. انت نفدت من الكل، بس من نزار ما نفدت. ممكن اعرف شو قصدك؟ امبارح المسا تعشينا سوا انا ونزار، والله كبران وصاير رجال ما شاء الله، بيشبه ابوه كتير. لا تنسى انه انا اللي ربيته مو ابوه. مظبوط، المسكين ابوه ما لحق يربيه اصلا. تعرف انه نزار سألني عن ابوه؟ سألني شلون مات ومين قتله. وانت شو قلت؟ قلت له انا وعزيز قتلنا، وقعنا ابوك بالفخ وقتلناه. مو هذا اللي عملناه؟ لك انت شو عم تعمل؟ خير شو بدكن؟ شو بدها تعمل لك الكتب؟ المصاري هي بتعمل لك. ما قلت لي بدك تشتغل معنا؟ احكي. ايه بدي، ولو ماني مضطر ما كنت قبلت اني اشتغل معكن ابدا، بس مجبور. كلنا مجبورين نشتغل يا مصطفى، لانه بدنا مصاري والحياة صعبة. حط ايدك بايدي وما رح تندم. عثمان جاوبني بصراحة، انت شو قلت له لنزار؟ لشو خايف؟ ممكن لأنه الماضي عم يدور عليك؟ اي معك حق، لأنه اللي عنده هيك ماضي لازم يخاف منه. انا ما بخاف من شي. يلا احكي، لما سألك نزار شو قلت له؟ ما قلت له شي، بس بعدين بحكي. ما راح تحكي عثمان، ما راح تقول أي شيء لنزار. ليش؟ ليش؟ لازم تعرف إنه حياتك بين إيدي، وإذا بدك تنفذ من القصة بترضى بشروطي. بالنهاية نحن أصحاب، وما بدي إياك تنضر بسببي. يعني مو حلوة أنا وياك عشرة عمر. أنا من زمان دفنت الصحبة اللي بيناتنا يا عثمان ونسيتها. رجعت عاشت، ولا تنسى انه نحن صرنا اصحاب ونسايب كمان، ولازم نستفيد من هالصحبة هلا وبعدين. وانا اول شغلة بدي اياها نص الشركة تبعك. ايه مو حلوة مشان الوجهة، بظن ما في حدا احق مني فيها. انا ما رح اقول اي شيء لنزار اذا قبلت تسجل لي نص الشركة باسمي عزيز. Thank you.
واثق بهالزلمة؟ ايه واثق ومجربه من قبل. طيب ماشي. فيني ساعدكم؟ بدنا نشوف القاضي يا حسان. انتوا اخدين موعد؟ نحن لوين ما بدنا منفوت وبلا مواعيد. قل له نزار لو سمحت. نزار بيك، خبرني جناب القاضي انك رح تجي، تفضلوا لجوا. مرحبا، بتسمحي لي فوت؟ طبعا تفضل. اهلا وسهلا. شو بون عيونك؟ كأنك انتي عم تبكي، شوفي. ما في شي، يمكن متحسسين. اختي صارحيني اذا متضايقه. قليلي، في حدا مزعلك؟ يمكن لاني حكيت مع امي، اول ما سمعت صوتها بكيت. اسمعي سيلين، أنا وياكي كنا بعاد، يعني ما ربينا مع بعضنا. بعرف، بس هذا ما بيعني إني ما بحس فيكي بكل شي، لأنك أختي الوحيدة بهالدنيا، وهذا الشي بيخليني حارب الدنيا كرمالك. فيكي تعتمدي علي مثل ما كل بنت بتعتمد على أخوها، يلي عم يمشي بعروقنا هو دم واحد، وأنا قلبي ما بيتحمل شوف أختي تعبانة وما أعمل لها شي. همك هو همي وسعادتك سعادتي، واللي بدك بيصير وأنا معك عطول. صعب يلي بدي إياه، صعب. ليه صعب؟ سعادتي مع نزار، وإذا أنا ونزار قربنا من بعض عزيز بده يقتلنا. بعرفه العزيز، إذا حط شي براسه بيعمله. أنت فكري بحالك وبس، قرري شو بدك بالضبط، وإذا بدك تهربي رح كون معك. عثمان ليك؟ زهر الشجر لونه حلو مو؟ حلو كتير. عجبوه؟ ايه عجبوني. عثمان حبيبي، بدي اسألك سؤال معليش. شو بدك تسألي؟ مو قلت لي انكم رحتوا على بيت الجبل؟ هذا هو البيت؟ قلي عثمان، هاد هو البيت ولا مو هاد؟ انت مو قلتي رح تاخديني على الملاهي؟ ايه اكيد طبعا رح اخدك، بس خلينا هون شوي، ليك ما احلى هالمنظر. ها ليك عثمان، اتطلع في هنيك شجرة كبيرة كتير، شايفة؟ أنا ومنون شايفة هنيك؟ ايه شفتها. تعي نروح لعندها. ايه يلا كوت. يلا يلا بسرعة بسرعة، يلا يلا. لأمتى رح نستناه؟ والله علمي علمك ما بعرف، عندي فضول كتير لأعرف شو نهاية هالقصة. وأنا كمان. لطرتكن كتير، لا تأخذوني. ولا يهمك. كيف حالك؟ بخير وحضرتك؟ ماشي الحال، أهلا وسهلا. أهلين بحضرتك، فضلوا ارتاحوا. كان عندكن قضية صعبة؟ ليش في قضية سهلة؟ كله بده يحتال على القانون. فاكرين الشغلة لعبة؟ ما بيعرفوا إنه اللي مثلنا بمر على راسهم كل يوم 1000 قضية. شو بدنا نعمل؟ ايه كيف قهوتكن؟ يسلموا، هلا اشربنا. ما قلت لي هالملف شو بدك فيه؟ كثير مهم بالنسبة لي. ما عندي مانع اعطيك اياه، بس القضية قديمة كثير والاغلب تكون سقطت بالتقادم. مع هيك انا حابب اطلع على الملف. خبرو، عم تمزح؟ مو انت هيك بدك؟ عزيز هذا مو وقت مزحك، انت عم تلعب على حياتك اذا مو عارفان. اللي بيصير علي بيصير عليك، اتذكر لما قتلت مصطفى كنت انا وياك ولا نسيت؟ واذا بدك تحكي شي عتل المليون قبل ما تقوله. بعرف انه اتنيناتنا مسؤولين عن هالشي، بس في فرق بيناتنا، انا ما عندي اي شي لاخسره بس انت عندك.
مفكر هاي الثروة اللي بنيتها وتعبت عليها رح تنقذك من الموت؟ إذا عرف نزار إنه أنت اللي قتلت أبوه الحقيقي رح يقتلك وما رح يسأل عن شيء، وسيلين ويسرى إذا عرفوا رح يكرهوك وما عاد يطلعوا فيك، والكل رح يعرفوا إنه عزيز بيك كان معيشاً بوهمه كذبة كبيرة. بس إذا أنت رضيت إن خلص لا تكفي عثمان، الشركة مستحيل مستحيل. كيف بدك تحلها؟ بدفع لك مصاري وقد ما بدك. والله؟ ايه، يعني بتاخد المصاري وبتختفي وما عاد بترجع. وقديش بيطلع؟ بدار لدرجة إذا بتعيش 50 سنة بتضل مبسوط وعايش مثل الملوك. موافق. بس اليوم بدي اياهم. كيف بدك جهز هيك مبلغ دغري؟ انا مو ذنبي، هاي مشكلتك انت. الحساب دايما. في شي رقم للملف؟ لا، بس في اسم عثمان بولوت. من غير رقم صعب. طيب بأي سنة؟ 83. انتظرني هون لو سمحت. هذا القاضي منين تعرفه؟ من فترة أنا ساعدته بشغلة مهمة. كيف يعني؟ خلص بعدين. والله لقيته فورا، حسكن حلو. تفضل. شكرا لك. أهلين حبيبي. ماما جبت لك هدول الوردات. من وين جبتهم يا روحي؟ قطفتهم من الحديقة. عم تشوف يا مصطفى؟ ابننا كبر وصار يجيب ورد لأمه. جبت لك ياهم شان الطيبي. تعا اترك الماما، لأنه هلأ بدها تأكل. هاتي عني. يلا سندي علي على مهلك شوي شوي. خلص منيح هيك. شو أعطيك مخدة تانية؟ ما في داعي مصطفى، مرتاحة، لا تعذب حالك. يا عمري أنا منيحة، شردقت بالأكل بس. اشربي اشربي. مرقت مشي الحال. خلص مصطفى حاجة، أنا شبعانة لأنه من شوي إجت الممرضة تبعيتي وطعمتني، ما تاكل همي. ليش عم تقذفي يا بنتي؟ انتي ما اكلتي اليوم بنوب. امي منيحة، انتي ما دخلك. مساء الخير. اهلين. مع قلبك شر. دومي بالسلامة. ليش معذبين حالكن؟ هذا واجبنا. نزار خليك جنب الماما. ايه
تعا حبيبي. تفضلوا. انت طلبت الموت مصطفى، انت اللي جنيت على حالك. ما عاد فيني استنى اكثر من هيك. مرتي لازم تعمل العمليه، بدي مصاري. بعرف مصطفى، فهمان وضعك، بس المساله بدها وقت. لسه ما صرفنا المصاري، اصبر كمان شوي. حاجة تقلي صبور يا عزيز، مرتي بين الحياة والموت، مو شايف حالتها كيف صايرة؟ مصطفى اسمع، هنن كلمتين، يا بتعطوني المصاري هلا يا اما ما بتعرفوا شو بساوي. ما رح اتحمل اكثر، ومن هلا عم قلكن هدول المصاري اذا ما فادوا مرتي بالعملية ما رح خليها تفيدكن، وبكره بتشوفوا. لا تتشائم مصطفى، معقول ما نوقف معك؟ ما هيك عزيز؟ طبعا اكيد، اصبر لك كم يوم وكل شيء رح يكون منيح. قلت لكم ما عاد عندي صبر. تزوير عملي. عن جد عم تحكي؟ طلع عثمان ايده اليمين لعزيز بيك. لعم شو هالناس هاي؟ فراري؟ لا مو معقول. هيك مكتوب هون. قال إنه هو هرب من مطعم السجن وما عرف يلاقوه مرة تانية. لك شو هالقصة الغريبة هاي؟ تقول فيلم هندي؟ شوفي سقطت بالتقادم. ايه بس القاضي قال لك هالحكي. تخيل يا أمير، انتهت قبل ما يجي عثمان بثلاث أيام. قديش صار له عم يخطط ليرجع؟ فراري بتهم التزوير عمله؟ أكيد تزوير عمله، لكن شو مفكر؟ مزور كتب مدرسية مثلا؟ وأبي كان متورط. أمير أنت صور لي الملف، أنا بدي أتمشى. عثمان حبيبي اوعى تركض لحالك مشان ما تضيع بالغابة. يلا خلينا نمشي، مليت، بدي ملاهي. انا بدي ازعل منك، طلع بالبيت شوي، اللي هاد هو اللي رحتوا عليه. ما بعرف، مالي متذكر. حاول انك تتذكر، طلع منيح بالبيت. عم طلع فيه. يلا خديني، بدي روح على الملاهي. يلا مليت هون. طيب حبيبي خلص، يلا تعا خلينا نمشي. آه يا بطل. فكري بكلامي منيح، فكري مو بس بعقلك كمان بقلبك، وشو ما كان قرارك انت حرة، المهم تقرري وراحتك هي اللي بتهمني، ولو على حسابهم كلهم. بخاطرك هلأ. صادق شكراً كتير لزيارتك، وياريت عطول تزورني. اي اكيد، انت كمان لا تضلي متضايقة. ولا يهمك صادق، خلاص انا منيحة. طيب أبي زورينا. أكيد، وشكراً كتير لزيارتك. يخلي لي إياك، دير بالك على حالك. إيه؟ سيلين أصحك تتضايقي، خليكي قوية وأنا ما رح أتركك.
في منه اللون الفضي والازرق والاخضر. انت عم تحكي؟ وفي فضي كمان. لك ايه؟ تفضل اقعد. لؤي بيك ما هيك؟ اي نعم. لؤي بيك، نحن بمرحلة توزيع الحصص واعتمدنا من جديد حصص النشاطات، واكيد في عندك علم بهالشيء. اي عندي علم اكيد. وكنتوا عم تدوروا على استاذ يعلم شطرنج. وإلي الشرف درس عندكم، وهي شهادة الخبرة تبعي. أهلا وسهلا، كيفك؟ أهلين فيكي. قال لي مجد بدك مر عليكي، وبصراحة انشغل بالي. عادي بالأول. اشتقت لك، إلي زمان ما شفتك. طمنيني عنك، أنت منيحة؟ ماشي الحال، وأنت؟ مثل العادة بهالمكتب، وما عم أفضى. صحيح، شو بدي أقول لك؟ دخلك عزيز بيك تزوج؟ إيه نعم، تزوج. ألف مبروك، تفاجأت. الكل والله. شو بتشربي؟ شاي، قهوة، ولا شي بارد؟ ما بدي أشرب شي زينة، شكرا إلك. لا ما بصير، لازم تشربي شي معي. إيه طيب، فنجان قهوة وسط. تكرمي. لو سمحتي، 2 قهوة وسط بعتيلي ياهن على مكتبي. شكرا. غسان، شوف، مو هي الشركة اللي اتفقنا معها؟ كأنه عاملة إعلان. غسان. ايه مجد. خير؟ شوفي، انت مالك بالعادة تشرد. شوفي يا زب، عامل هيك كل الناس بتشرد. لا بس بصراحة انشغل بالي، شايفك انت وعمتي هيام اليوم بنفس الحالة. شوفي، شو كان بدك؟ عم قلك شوف، هي نفس الشركة. بابا. مبين معصب، الله يستر معناها. ايه المهم، ليك شو عاملين؟ بروشورات وبوسترات جديدة. ادخل. عزيك امرني. شو وضع الكاش عنا؟ نحن بنص الشهر مثل ما بتعرف، يعني وضع السيولة هلا نص بالنص. وديش فيك تأمن لي؟ بعمل حساباتي فورا وبعطيك رقم تقريبي. عزيز بيك، إذا هذا هو المبلغ اللي بدك إياه بدي اليوم. آسف بس هالشي مستحيل، وإذا دبرنا المبلغ ما عاد فينا ندفع الرواتب. وبلا ما ندفعهم، دبروا اليوم. أمرك يا بيك. هاي أول مرة بحياتي بتعب لهالدرجة، حاسس رجلي مكسرين. ولسه ما شفت شي. طيب يا زلمي عود، روق شوي وخلينا نرتاح بس شي ساعة. أنا كتير مرتاح هيك. ماشي مثل ما بدك، خليك واقف. ايه بشو عم تفكر هلأ؟ بأنه أبي كان بالقصة. أي قصة؟ بقصة طباعة المصاري والتزوير. ايه شو دخلوا أبوك؟ قصدي وإذا كان رفيقهم، هذا ما بيدل على شي. أبي كان عنده مطبعة، ولهيك كانوا بالدنيا مشان يطبعوا المصاري عنده، ومع هيك هو الوحيد اللي مات. اطلع بهالصورة، اطلع فيها منيح، شوف قديش أبي كان تعبان. طيب نزار خلص، روق شوي. لك كيف بدي روق بعد كل شي صار معي وبدك ياني روق؟ أنا رح جيب شي ناكله، وأنت حاول تهدي حالك.
عمري فقت؟ يلا أنا رح أقوم حط لك أكل مشان تفطر. لا تقومي، أنا ما جعت لسه. يا ربي دخيلك تشفيني من هالمرض، يا الله تعطيني القوة. أمي أمي شو في نزار؟ امي رح تموت. لا تقول هيك يا روح البابا، امك ما رح يصير لها شيء باذن الله. نمشي من هون بسرعة. بالأول أنت تحسني وبعدين منمشي فورا. هل علم على دواء كرمال الله خدني من هون، ما تخليني موت ببلاد الغربة. ما تقولي هيك حبيبتي، أنا رح أخذك لعند أحسن الدكاترة بهالبلد ورح تتحسن. مصطفى ليك كيف وضعناك المال لورا؟ أنت عم تشتغل لوش الصبح، ونزار صايرين عم نهمله كتير، وأنا ما عاد عندي القوة لأعتني فيكم مثل الأول، وحتى مصاري العملية ما تدبروا. خلينا نرجع على البلد، بكفي اللي عم ندوقه. أنا دبرت مصاري يا عمري ورح أعمل المستحيل لخليك ترتاحي. أبي كان شريك معهم. شلون طلعت معك هالنتيجة؟ شو اللي عم يصير معك؟ حاجة تفكر نزار. ورطوه. أبي كان بحاجة مصاري، بتذكر كتير منيح. أمي كانت مريضة وكانت بحاجة لعملية. وبعدين صار شي كتير غريب، كتير غريب. بابا انقتل بوقتها، عثمان انمسك، وعزيز بيك هو الوحيد اللي نفد. هدول الثلاثة متورطين بالقصة. بيخطر ببالك احتمال تاني؟ يعني إذا هيك صاير، الشخص يلي طلع من غير أي خسائر هو عزيز. وهذا اللي صار. عثمان اختفى وبابا انقتل بوقته وعزيز كبر حاله. طيب هدي، لازم نتأكد بالأول. أنا متأكد من شغلة، إنه هالطريق رح يوصلنا لعزيز. بس لازم أثبت هالشي بأي طريقة، لازم أثبت. بيكفي نزار، شو هالتصرفات هاي مثل الأولاد الصغار؟ ليك قديش عرفنا معلومات بهالفترة القصيرة، وبكرة رح نعرف معلومات أكتر. معقول مليت هيك من أول الطريق؟ لازم تصبر شوي كرمال أبوك. خلص روق شبنا. شارع بني جول، نعش إيه بيزيد اسطنبول. عنوان شو ها؟ عنوان المطبعة. قوم خلينا نروح لهنيك. استنى شوي.
مكتوب اسم واحد اسمه صايم، قدم شهادته بالمحكمة ضدهم كمان. بالأول لازم نلاقي له الزلمة، لازم نوصل له بأي طريقة. ادخل. طمني. دققت بالحسابات ما رح تزبط. إذا بدنا نبيع من البضاعة هذا الشهر تتأخر حساباتهم، مو ممكن إنه يدبر هذا المبلغ. قلت لك هدول المصاري اليوم بدي إياهم، عم تفهم شو عم أقول؟ بس يا بيك. طع روح دبر لي إياهم. أمرك يا بيك. بابا شو في؟ في مشاكل بالشغل؟ لا أنا رايح لعن سيلين، وأنتوا روحوا على شغلكم. أنت منيح؟ أنا منيح. يلا يا مجد بسرعة. يلا يلا. لا تحكي معه هلا، حاكيه بعدين. أكيد معصب من الشغل. شو صاير خير؟ صارت شغلات كتيرة بس ولا يهمك، رح حل كل شي. ليش ما مرقتي لعندي؟ فكرت انه عندك شغل ولهيك ما مرقت. ايه كنت عم اشتغل، عم اشتغل كرمال انهي كل شي عم يتسبب بتعاستي انا وياكي. ما حدا رح يقدر يتعسنا شو ما عمل. انت هيك عم تقولي؟ ومبسوطة معي؟ مبسوطة طبعا. كذابة. بس انا بوعدك انه خلي حياتك سعيدة. بس ما كون عم بزعجكم. لا تفضل بابا، اهلا وسهلا. شو كيفك اليوم حبيبتي؟ صهري العزيز شلونك؟ شلون شايف؟ عريس والله. مو على اساس شوفك المسا صاير معك شي، شو جابك؟ لا بنوب ما صار شي، بس اشتقتلك. ارجع المسا يعني؟ مو هيك قصدي، صادق كمان من شوي كان هون، يا ريت لحقته. ايه من شوي شفته، اجيت لحتى اشوفك واطمن عليك. يا روحي. لكان بالاذن منكم رح تمرق لعندي؟ طبعا بمرق، بيجي وبنشرب قهوة سوا. بس سادة اترك. ما عاد اتحمل ابنه يا عمري. تعبت كتير، عم حس حالي اني هموت مخنوقة، ما عم بقدر اتنفس بالمرة، ونزار عم يتهرب مني، ما عم يتطلع بوجهي. خلص روي وهدي يا حبيبتي، ولا تخلي عزيزي يحس. انا بعرف انك متضايقة مشان نزار، بس صدقيني هي مسألة وقت. تأكد يا دول آخر أيامه الحلوة العزيز. طولي بالك، لا تستعجلي. كان عم يبكي وينق طول الطريق، شكله كان نعسان. كل الأولاد هيك بيعملوا، بس ينعسوا دغري بيبكوا. طيب أعطيها هي بس ليفي. لا تاكلي همه حبيبتي، انتي روحي وأنا بشوفه. أنا الظاهر ما بفهم كثير بتربية الأولاد. تتعلمي حياتي، انتي جيبي لك شي ولد حمليه بحضنك وشمي ريحته ولحالك بتتعلمي. فاطمة انا رح روح على الشركة، بدي اشوف سيلين بالمشغل. الله معك يا روح. يلا بخاطرك، ديري بالك على حالك. رح طق. ممكن اعرف شو ناوي تعمل بابا؟ سيلين انتي دخلتي باللعبة وخلص، انسي بقى. إذا عرفتي شو رح تستفيدي. أنا عم بتعذب كل يوم كل يوم، ما عاد أتحمل خلاص لو سمحت. خلص روقي وما تفكري بشي. اصبري سيلين، عذابك رح ينتهي، قربت النهاية. عن جد عم تحكي؟ إمتى؟ عن قريب كتير. قليلي عزيز ضغط عليكي بشي؟
سألك عن أي موضوع أو جاب لك سيرة شي بيخصني؟ أبدا، أصلا لهلأ ما أجت سيرتك ولا حتى جاب لي سيرة نزار كمان. منيح، حلو كتير. هالشي معناته إنه شغلنا بلش ياخد مفعوله شوي شوي. يعني هو وعدني بهالشي وأنا ناطرة يصدق. دايمة على القهوة، شكراً كتير. أنا صار لازم أمشي. كنتي مالة ما هيك؟ بعت وراي بس مشان نشرب قهوة؟ هيام، أنا شفتكن. ما فهمت. شفتكن بالمطعم أنت ولؤي عند الأسانسير. يمكن تعتبري هالشي تدخل بأموركن الشخصية، بس صدقيني أنا شفتكن بالصدفة. حبيت حذرك، هذا كل شي. ليش؟ لأنه اللي بدي إياه تكوني مرتاحة. زينة بكفي لو سمحتي. هي ما بصير تتهربي، أنت مو بعمر يسمح لك أنك تضعفي. أنا فتحت الموضوع كرمالك أنت.